بالرغم من أنه لا يمكن أن نعود إلى الوراء لنصنع بداية جديدة، إلا أنه يمكن أن نبدأ من الآن في صناعة نهاية جديدة. ماركوس أوريليوس. معظمنا في هذه الحياة القصيرة يتمنى أو يرجو أن يحصل التغيير في حياته، وأن يبدأ من جديد، وأن يجعل من هذه البداية نقطة فاصلة في حياته ومنطلق النجاح الدائم له. ولكن مشكلتنا أننا دائما وأبدا ما نربط هذا التغيير بتحسن في حالتنا الصحية، أو في تحول في مكانتنا الوظيفية أو المالية، وقد نربطها بمناسبة ما كعيد أو موسم معين، فنكون بذلك قد قمنا برهن انطلاقتنا وبدايتنا بعملية التسويف الذي لا يأتي بخير أبدا، بل قد يضيع معه العمر ولا يبقى من صفحات حياتنا إلا رماد ماض يحترق تذروه الرياح في يوم عاصف نلاقيه في مستقبلنا الذابل. أعتقد أن البداية الحقيقية تنبثق من داخل الشخص نفسه، وأن العزيمة والإصرار هما المحركان الأساسيان للنجاح والتغيير. وإن صعوبات الحياة الكثيرة وعقباتها اللامتناهية يمكن التغلب عليها وتطويعها مثل الحصان الجامح، فيكتسب منهما الإنسان خبرة وتجربة، فيحتفظ بقوته وصلابته أمام متاعب الحياة. فالإنسان بكل ما لديه من قوة كامنة وبما يمتلكه من مهارات وبتلك الفرص التي قد تتاح له بين الفينة والأخرى، يستطيع أن يبدأ حياته من جديد ثم يغير نفسه بين عشية وضحاها. من أجل ماذا؟ من أجل أن يستفيد من حياته. فكيف لهذا الإنسان أن يبدأ حياته من جديد؟ من خلال هذه الحلقة القصيرة سأقدم لكم مشاهدين الكرام أهم الخطوات التي تساعد على ذلك. أول هذه الخطوات اتخاذ القرار. إن عملية اتخاذ القرار في حياتنا أصبحت من الأمور الملحة والضرورية، بل دائما وأبدا وليس الآن فقط، فهناك تكمن حاجتنا في التعبير عن مواهبنا وعن قدراتنا التي تميزنا عن غيرنا. وإذا لم نتخذ هذه القرارات بأنفسنا فسيتخذها آخرون نيابة عنا. أرى أنه من الجيد أن يصل الإنسان إلى مرحلة معينة من حياته يتخذ فيها قراراته بنفسه، وأن يحدد فيها ما يريده وما يصبو إليه من هذه الحياة. فاتخاذ القرار هو مهارة يتم تعلمها ويمكن ممارستها بكل سهولة إذا وجدت الثقة بالنفس. الخطوة الثانية الدوافع. تعتبر الدوافع دوما هي المحرك الأساسي للسلوك الإنساني، فنصيب الإنسان موجود بين يديه كما يقول فرانسيس بيكون. فحينما تكون هذه الدوافع الحقيقية وتلك البواعث النفسية الداخلية، يظهر عندها هذا الحماس وتلك الطاقة وحتى الإدراك، فإنه يأتي من رحم تلك الدوافع. بعكس الشخص الذي يعيش حياته بلا دافع، فإن العزيمة لديه تكون شبه منعدمة والطاقة معدومة أصلا، ومن ثم ينصب تركيزه واهتمامه على الأمور السلبية لا غير. هناك مقولة تعجبني كثيرا لويتلي إذ يقول: تتحكم قوة رغباتنا في دوافعنا وبالتالي في تصرفاتنا. ومن هنا نرى أن الرغبة الموجودة عند بني الإنسان هي أول قاعدة في النجاح والتجديد. الخطوة الثالثة وقود الحياة. يقول جورج برنارد شو: العقل السليم في الجسم السليم، ولا بد من رفع مستوى كليهما حتى تعيش حياة صحية سليمة. إن عملية البدء من جديد تحتاج منا إلى وقود الحياة،
فالإنسان كلما كان أمام حماسة عالية وطاقة أعلى، فإن الرغبة الداخلية عنده والدوافع الكامنة فيه تمده بوقود الحياة ليتغير وليتجدد ولينطلق. إلا أن الإنسان يحتاج دائما إلى توليد طاقة جديدة بالإضافة إلى الدوافع الداخلية، فالأكل والشرب والرياضة والنوم والقراءة والتنفس، جميع هذه الأشياء لها تأثير في حياة الإنسان وتقدمه. فوقود الحياة هو تلك الطاقة الكامنة فينا. الخطوة الرابعة احتواء القلوب. فطبيعة القلوب البشرية أنها تحب من يحسن إليها وتبتعد وتترك وتتخلى عمن أساء إليها وآذاها، ويتولد هذا من خلال الصبر عند الغضب والاتصاف بالحلم والعفو عند المقدرة أو عند الإساءة. وهنا يكون على هذا الإنسان أن يشعر بأخيه الإنسان ويدفع به إلى أن يشعر على أنه صاحب أهمية عالية وله دور مهم في هذه الحياة. فهذه الأشياء ولغيرها، أعتقد أن الإنسان إذا أراد أن يبدأ حياة جديدة وأن يكون ناجحا في حياته عليه أن يكسب قلوب المحيطين به، فبدل أن يكسبهم كأعداء يكون قد اكتسبهم كأصدقاء، حتى إذا لم يساعدوه على التغيير فأقل شيء أنهم سيتركونه لحاله. الخطوة الخامسة وهي التوجيه الصحيح للقوة الكامنة فينا. كلنا نملك قوة في داخلنا، هذه القوة تزيد من إيماننا وتعيننا على مواجهة الصعاب وتدفعنا للعمل الجيد وتبعدنا عن كل الأمور السلبية في هذه الحياة. وهذه القوة يمكن لكل واحد منا أن يكرسها لأمور كثيرة في حياته، فما أجمل أن نحيي تلك القوة الكامنة فينا. من أجل ماذا؟ من أجل أن نكون، من أجل أن نثبت ذاتنا. ولن نكون ولن نثبت ذاتنا إلا إذا انطلقنا من جديد وبدأنا الآن وفورا قبل الغد. الخطوة السادسة التخلص من السلبية. مشكلتنا الحقيقية والكبرى في عدم انطلاقتنا من جديد في قطار الحياة أننا لم نستطع التوقف عن التفكير السلبي، ولم نبدأ في محاربة مشاعر الإحباط والفشل واليأس، ولم نبني الثقة بأنفسنا ومواجهة التحديات الصغيرة والتصدي لها، إلى جانب الحفاظ على حياة إيجابية، لأن المشاعر السلبية تدمر الإنسان وتقضي على الوقت الذي يمكن استخدامه في بدء أو في عملية البحث والتفتيش عن حياة جديدة. ديدن الحياة أننا نتعرض إلى انتكاسات وأننا نواجه عقبات كثيرة، فليس كل ما في هذه الحياة هو أمر سهل وميسر لنا، ولكننا نستطيع أن نبدأ حياة جديدة دوما وأبدا، وذلك من خلال امتلاك رؤية حول التغيير جنبا إلى جنب مع تلك الأهداف التي من أجلها أردنا أن نبدأ حياتنا من جديد. لا أحد يستطيع إرجاع الزمن إلى الخلف وبدء حياة جديدة، ولكنه يستطيع الآن أن يضع بداية جديدة ليسطر نهاية جديدة. على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. على أبيد، أحييكم في أمان الله.